ساعات قليلة ويبدأ معها العام الهجري الجديد 1445. أتمنى أن يحمل هذا العام بشرى الخير والبركة على الجميع. نسأل الله به أن يحمل لكم البشرى بالسعادة والهدوء وراحة البال طوال العمر. بارك الله في عامكم الهجري القادم، رزقكم الله تعالى فيه الخير الوافر والعيش الهانئ والرزق والسعادة كل عام، وأنتم إلى الله أقرب وإلى طاعته ورضاه ومغفرته أرغب. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير.